هو طبيعه القماشه بتاعته كده وبيتقفل الدبوس. مش مشكله، هو دبوس واحد او دبوسين بالكتير يعني. على فكرة هو في ناس برضو ما بتحبش تستعمل الدعريس قوي، ما هي دي سهلة، دي من غير خالص من الخطورة. لا دي خالص ما فيهاش يعتبر دبابيس كتيرة. جميلة. طيب اعملنا بقى واحدة، هي دي كاجوال، اعملنا واحدة سواري، لو واحدة خارجة بعد الظهر او في اي مناسبة. دي ممكن ندخل فيها بقى باندانا سواري مثلا تلمع شوية. حتى في الفك وفي الربط تبقى سهلة يعني، دي ما فيهاش اي حاجة. انا حتى طبعا ما ربطتش او حطيت دبابيس عشان الوقت.